سي ابو سهل ما يمكنش شي حد يقولوا وراه انا ما زعما ما بقاش عندي الجاب نقول شي حاجه واخا انا غير رياضي هو يعني هادشي اللي قال ابو سهل تبشر بالخير الحقيقة ما قالش الحقيقة كلها أنا ما تعرف نقول غير الحقيقة سي ما نهضروش بزاف على أشياء قديمة بزاف تنشكر سي أبو السعد على هادشي اللي قال ودابا تنهضر غادي نهضر باختصار على سي حكمة الله تنعرفو من زمان تنعرف عليه غير الخير تنعرف عليه الطيبوبة راجل مزيان والمغرب ديالنا كانوا ديما نهنيو نقولوا الحقيقة هذه الحقيقة تا واحد ما بغى حمد الله من زمان ما تا واحد ما بغى حمد الله يخدم البلاد الا هاد البلاد مالها تنتوما موتو الحقيقة نقول لكم الكذوب سي حمد الله كان تي بغى يخدم البلاد ولكن ما بقاش معنا هاد الساعة رجع وخرج ما بغاش يخليو في الثقة لان الجرائد تيهضروا عليه شي حاجة وليه باش يهضروا على العمل اللي قال قبيله السي مصطفى الزبير على الثقافه ديالته على الاعمال اللي دار كاع اللي دار من زمان تحم ما يهضر عليها رجوله تيهضروا على باش يربح السي حسن واش هذا يعقل واش هذا يعقل وتنوجه النداء كاع الناس اللي الصحفيين اللي تكتبوا خليوا هذا الراجل يخدم في الثقافه بلا ما نزيد تنشكر السي مصطفى الزبير على سبيل اسمه على هذا الحفل وتنشكر السي حسن تنشكر الحضور وسمحوا لي بارك الله عليكم.